انطلقت الآن الأفراس في شوطها الأول على جائزة مسلمة بن مجفل السبيعي يرحمه الله، أحد رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز. طيب الله ترى هذا الشوط لأفراس الإنتاج السعودي عمره سنتين، شوط مفتوح الدرجات وعلى مسافة 1200 متر، قيمة الجائزة 78,000 ريال، وانطلاقة سريعة لهذا الشوط مع تقدم أندلسية في المركز الأول، نامية المركز الثاني، ومردفة في المركز الثالث، نجمة الدرعية تتراجع الآن مع تقدم انبهار في المركز الرابع الآن، والخامس لنجمة الدرعية، والسادس لمحبوبة علي، السابع لريم ريم العيطلية، وأيضا متابعة من رماحية من الداخل، والصدارة لأندلسية في هذه الأثناء. انبهار تتقدم من الخارج في هذه اللحظات، وتنافس قوي في الأمتار الأخيرة ما بين الأفراس عمر السنتين والصدارة لأندلسية في المركز الأول، محاولات من انبهار في المركز الثاني، وأيضا نامية في المركز الثالث نجمة الدرعية، وتقدم قوي لانبهار في هذه الأثناء، ودخول وقت ناصر المركز الأول من أندلسية. إذن انبهار المركز الأول أندلسية المركز